الكهرباء العادي، ادي بعض المفاهيم الاساسيه في الكهرباء. بتكلم في الجزئيه دي، بتكلم في وجود تيارات، تيارات وجهود عندي، فاهم؟ تيارات وجهود. انا اللي يهمني دلوقتي موضوع الكرنت، الكرنت اللي هو عنوان الكورس لو كرنت. فانا عندي الكرنت هو شده التيار الكهربي، ده عباره عن مجموعه من الشحنات الكهربيه بتمر تمام داخل موصل اللي احنا هنسميه اللي هو ايه السلك بتاعي، سواء السلك ده كان سلك فاير الارم ولا سلك نت ولا سلك اي حاجه، المهم بيمر فيه تيار. التيار ده بنرمز له بالرمز اي، وبيبقى وحده قياسه بالامبير، وحده قياسه بالامبير. طيب في انواع للتيار، في انواع للتيار. الاول لازم ابقى عارف انواع التيار، ان انا في عندي تو تايبس من الكرنت. في عندي حاجه بيسموها دي سي، لازم تبقى انت عارف في الفولتج في نوعين من الفولتج اللي هو الدي سي والاي سي، وبرضه في التيار في عندي نوعين من التيار. في كلمه دي سي جايه من اختصار دايركت كرنت، دايركت كرنت يعني التيار المستمر بالعربي، التيار المستمر. التيار المستمر ده عباره عن ايه؟ لو انا خدت علاقه بين الزمن في على المحور الافقي وشده التيار اي على المحور الراسي، بلاقي قيمة التيار ثابتة في المقدار والاتجاه، في القيمة والاتجاه. يبقى لو سألتك في آخر الامتحان، في آخر المحاضرة هسألك السؤال ده، يعني ايه دي سي؟ اكتب عندك يعني ايه دي سي. الدي سي اول حرف من كلمة دي سي، اول حرف اللي هو الدي معناها دايركت، وسي يعني كرنت، سي يعني دايركت كرنت، يعني تيار مستمر. تعريفه بالعربي هو عبارة عن تيار ثابت في القيمة والاتجاه. طيب الناس هتسألني، هتقول لي يا باشمهندس يعني ايه ثابت في القيمة والاتجاه؟ لو انت بصيت هنا على المحور الافقي، دايما لما نيجي نشوف اي كيرف بنبص على المحاور، المحور الافقي اللي هو التايم، التايم بالسكند، وهنا ده التيار بالامبير. فانا لو خدت هنا قسمت المحور ده اهو، تمام، 1 2 3 4 5 وهكذا، لما الاقي عندي عند الثانيه رقم 1 بطلع فوق بخبط في المنحنى ده، بلاقي قيمه التيار مثلا سي 5 امبير، ممتاز. لو رحت الاثنين برضه هلاقيها 5 امبير، لو عند 3 برضه 5 امبير، عند 4 5 امبير وهكذا. يبقى هو ثابت في القيمه، يبقى عند اي زمن بقيس التيار بلاقي قيمة التيار بتساوي 5 أمبير، وده رقم ثابت. ده عكس لما هنشوف الـ AC دلوقتي، هتلاقي التيار بيتغير من ثانية للتانية، يبقى هو ثابت في القيمة. طب إيه قصة الاتجاه؟ يبقى القيمة اللي هي الأمبليتيود بيسموها بالإنجليزي أو الفاليو، تمام، والاتجاه اللي هو الدايركشن. أنا هنا ماشي في اتجاه واحد، مش بطلع فوق وانزل تحت وغير اتجاهي، لا أنا مش بغير الاتجاه، يبقى أنا ثابت في القيمة والاتجاه. يبقى أول سؤال هتتسأله في آخر المحاضرة يعني إيه دي سي ويعني إيه إي سي. طيب إي سي، إي سي اختصارة لـ Alternated Current، Alternated Current يعني تيار متردد أو متغير، تيار متردد أو متغير، في ناس بتسميه متذبذب، ينفع أي اسم من المسميات ده، ينفع تيار متردد، تيار متغير، تيار متذبذب، ده كله يندرج تحت كلمة إي سي، تيار إي سي يعني تيار متغير أو متردد أو متذبذب. طب يعني إيه الكلام ده؟ نفس القصة أهو، المحور الأفقي اللي هو التايم بالزمن بالثانية، وهنا التيار بالامبير او بالملي امبير. المهم انا لما ابدا عند سي الصفر كده بمشي لفوق، تمام، بوصل عند الثانيه رقم 1 كانت قيمه مثلا التيار 2 امبير، عند الثانيه رقم 2 قيمه التيار 3 امبير، عند الثانيه رقم 3 بقت قيمه التيار سي 5 امبير، يبقى اعلى قيمه هنا 5 امبير. يبقى الحته الاولانيه دي، الحته دي التيار بيتغير من لحظه للثانيه، الثانيه 1 غير الثانيه 2 غير الثانيه 3، فقيمه التيار بتتغير، بيوصل لحد اعلى نقطه هنا، دي نسميها بيك. برضو الكلمة دي مهمة جدا، البيك اللي هي القيمة العظمى، البيك اللي هي القيمة العظمى، القيمة العظمى لتيار، تمام، بوصل سي لخمسة أمبير هنا مثلا، ده أقصى حاجة. طب وبعدين في الثانية رقم 4 ولا 5 دي ولا 6 بيبدأ التيار يقل، يبقى هو وصل لقيمة عظمى وبعد كده غير اتجاهه، بدل ما هو كان بيزيد بقي بيقل، بقي قيمته مثلا 3 أمبير، وبعد كده قل تاني بقي 2 أمبير، وبعد كده بقي 1 أمبير، لحد ما يوصل صفر. يبقى أنت لو مشيت كده رحت المحور الافقي هتلاقي قيمه التيار بقيت بصفر. طب وبعدين هيبدا ينزل في السالب لحد ما يوصل البيك في الماينس او في المينيمم بيك، يبقى فوق ماكسيمم بيك وتحت
مينيمم بيك، وبعد كده يبدا يغير اتجاهه ويزيد لحد ما يوصل الصفر، وبالتالي هيبقى انا في عندي يا شباب كاني عندي دايره كده بالظبط، عندي دايره وهقطعها نصين اهو، تلاقي قيمه التيار. الحته دي مهمه جدا، الكلام اللي بشرحه في اول محاضره هيتبني عليه كل التفاصيل الخاصه بكل الانظمه باقي الكورس، تمام؟ فعايز الناس تبقى مركزه في الاول عشان تفهم التكنيكال داتا اللي احنا بنشتغل عليها، بعد كده هتلاقي الامور ان شاء الله بسيطه. لو واحد راح سالني قال لي طب انا دلوقتي عايز اشوف الـ 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 الشكل اللي قدامي ده اللي هو احنا بنسميه قمه وقاعده ظهر ازاي، بقول ببساطه لو انا عندي دايره، لو انا عندي دايره ورحت جايب سكينه كده في النص وقطع الدايره دي نصين، خلي بالك هخلي النص اللي فوق ده زي ما هو اللي هو النص الاولاني، وهاخد ركز مع ايدي هنا، هاخد النص اللي تحت ده هزيحه، اعمل له شيفتنج، هجيبه على اخر النص الاولاني هنا، وبالتالي عمل لي اللي هو النص اللي فوق ده اللي هو القمه، والقاع بتاعي اللي هو الحته اللي فوق دي هي اللي جت هنا في الاول، والحته التانيه دي ما جبتهاش تحتها، لا ده انا رحت عامل لها